ميسان افتتحت فعاليات ورشة العمل التي تقيمها وزارة التربية بالتعاون مع المركز الطبي لتطوير المناهج التربوي بعنوان الرسائل التربوية للمناهج الحديثة وإيصالها عبر نافذة الإعلام الجديد في المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية بمشاركة المكاتب الصحفية من جميع المحافظات. نور، تمت مناقشة طرائق التعلم وفق الأبعاد الثلاثية في المناهج التربوية الحديثة وأهمية دور المدرس في تعزيز قدرة الطالب في تلقي المعلومة والبحث عنها. وللحديث عن هذا الموضوع معنا الآنسة بشرى مسعود، رئيسة وحدة الإعلام والعلاقات العامة بمركز تطوير المناهج. اهلا وسهلا فيك، بيسعد صباحك. بيسعد صباحكم. اهلا وسهلا فيكي على الشاشه الاخباريه. يمكن موضوع تطوير المناهج دائما متداول وحديث يمكن الناس بشكل عام. مزبوط. خلينا بالبدايه نحكي عن ورشه العمل اللي اقيمت والمشاركين فيها. تمام. ورشة العمل هي بتواكب هي المرحلة الثالثة والأخيرة لتطوير المناهج يلي طورنا فيها مناهج صفوف الثالث والسادس والتاسع والبكالوريا، وانطلاقا من دور الإعلام التربوي وأهميته بالتواصل والتفاعل وضرورة أنه يكون دائما في تواصل بين الجمهور وبين المؤسسات التربوية. كانت ورشة العمل استمرت يومين بمركز تطوير مناهج تربوية، حكينا فيها بجوانب متعددة، العلاقة بالتربية، العلاقة بالإعلام التربوي، تناولنا موضوع التربية لكن من جوانب مختلفة، مثل ما حكينا عن تعلم ثلاثي الأبعاد، حكينا عن دور المكاتب الصحفية بإيصال هذه الأفكار ودورهم بالتواصل بين الميدان وبين المؤسسات التربوية. دورهم كتير مهم لأنهم بيتابعوا عملهم بين المدارس، بين المعلمين ومع أولياء الأمور ومع الطلاب، وبنفس الوقت هم موجودين بمؤسساتهم التربوية بمديريات التربية، فعمليا فيك تقولي هم صلة وصل، فضروري أن يكونوا بصورة شو عم يصير بتطوير المناهج، وبنفس الوقت يعرفوا إذا في حال واجهتهم مشكلة كيف ممكن يلاقوا أو يساعدوا حتى يلاقوا الحلول المناسبة لإلها. يعني من أي ناحية تمت المناقشة موضوع تطوير المناهج ضمن الورشة؟ هلأ تطوير المناهج صار على أسس مبنية منهجية، مبنية على المواطنة، على تنمية شخصية المتعلم، على نحن حكينا على أبعاد الثلاثة، هي الجانب الإدراكي والجانب السلوكي والجانب العاطفي الوجداني. مو بس بدنا الطالب يكتسب المعارف والمعلومات اللازمة بحياته، هي ضرورية أكيد، بس لازم يكون عنده القدرة أنه يعرف شو هي المشاكل إذا واجهته، كيف يمكن يحلها، كيف ممكن يكون علاقاته أفضل مع زملائه، كيف ممكن يدرك عواطفه ويعرف يتحكم فيها يديرها بشكل أساسي. فنحن بنعرف أنه مو بس المعلومات، هلأ نحن بعصر صارت المعلومات متوفرة للكل عن طريق النت، عن طريق المواقع الإلكترونية، عن طريق وسائل الإعلام، ممكن الطالب يحصل على المعلومة بسهولة، بس نحن بدنا اياه يعرف كيف ينتقي هاي المعلومه، كيف يتاكد من المعلومه، بنفس الوقت كيف يستخدمها بحياته اليوميه. يعني هي ثقل لشخصيته، ثقل للمهارات اللي ممكن تخليه يتعامل مع الحياه بطريقه افضل، يعرف توجهاته المستقبليه، انا شو عندي امكانيات، انا شو بحب كون بالمستقبل، انا كيف ممكن خطط لمستقبلي، كيف ممكن اتعامل مع زملائي، كيف اذا انا واجهتني مشكله. احنا بنعرف هلا بالمدرسه مثلا ممكن تواجهه مشاكل الغيره بين الطلاب، او مثلا كيف هو ممكن إذا عنده بمادة معينة كيف ممكن يتعامل مع زملائه خلال العمل الجماعي. هي صحيح صغيرة بس بتأسس لشخصية الطفل، بس يكبر ليتعامل مع مشاكل الحياة اللي بتكبر معهم. يعني هي فعلا الموضوع أنه لازم تكون التعليم هو مو بس تدريس، لا هو لازم يكون شامل، تعليمي تربوي، تعليم للحياة. نحن بهمنا أساسي كمان يكون التعلم متعة، يعني يجي الطالب على المدرسة يكون مستمتع خلال الدروس، ويكون العمل جماعي، مركز دائما على العمل الجماعي خلال الصفوف، لانه العمل الفردي ما بيوصل احيانا لنتائج جيده، العمل الجماعي هو اللي بيوصل للنتائج الايجابيه. لما انا بتبادل افكار مع زملائي بتناقش فيها، فدائما حدا بضيف فكره من هون بضيف فكره من هون، بنطلع نتائج افضل. فلهيك نحن حتى بالمناهج المطوره بنركز على عمل مشروعات، احيانا بتكون مشروعات فرديه واحيانا بتكون جماعيه، بس هي المشروعات بتاسس، بنبلش من فكره صغيره ممكن تاسس لمستقبله لهذا الطفل. بنركز دائما انه تكون هي المشاريع معمولة بطريقة بسيطة غير مكلفة، ممكن تكون مشاريع ما لا مو مادية، يعني مو ضروري انه يعمل شيء من توالف البيئة اللي علاقة بالمنهاج، ممكن تكون كتابة قصيدة، ممكن تكون كتابة قصة، ممكن تكون قراءة كتاب والحديث عنه امام زملائه، وكل هذا الشيء بيؤدي لشخصية، لتنمية شخصية المتعلم.
المتعلم. حتى السنة عنا بالمبادرات الطلابية كانت لأول عام انطلقت السنة الماضية وتوجت بالمهرجان الطلابي سوريا في عيون طلابها، وكانت في فعاليات وإنجازات للطلاب من كل المحافظات السورية بدار الأوبرا. كانت فعلا الطفل لما بيطلع على بدار الأوبرا وبيقدم هاي الفعالية إن كانت العلاقة بالغناء أو العلاقة بالتمثيل بالمسرح، طبعا هي كانت بأحد اللغات إما كان باللغة العربية أو بالروسية أو بالإنجليزية أو الفرنسية، هذا بيصقل شخصيته وبنفس الوقت بيخليه يمتلك القدرة على التحدث أمام الجمهور والقدرة على امتلاك اللغة السليمة يعني باللغة اللي هو بيختارها. فمهم التطبيق العملي كتير شيء أساسي أكثر، يعني مو بس الجانب النظري، إحنا صرنا عم نركز على الجانب العملي والتفاعلي. هون كان ضروري إنه المكاتب الصحفية يكونوا مواكبين لهي الفكرة، فمن خلال حتى عمل مجموعات، يعني أثناء الورشة قمنا بتطبيق جزء من هذا العمل من خلال عمل مجموعات كأنه طلاب بمدرسة عم يطبقوا هذا العمل، لحتى لما بيطبقوه بشكل عملي بيصير فهم تفاصيله أفضل. صحيح. بشرى، يمكن كمان في أهمية مذكورة بورشة العمل دور المدرس والمدرسة والكادر التدريسي ليكونوا كمان مشاركين فعالين في تطوير المناهج. وخلينا نحكي كمان على دور الأهل، لأنه كمان الأهل في تساؤلات بشكل مستمر، المنهاج صعب، المنهاج كبير على أولادنا، كمان لازم يكون لهم دور فعال للمشاركة في تطوير هي المناهج. صح مزبوط. هلا المدرس دوره كتير أساسي، المدرس لما بيحفز طلابه التحفيز بينتقل للطلاب. نحن قد ما وفرنا بيئة المناسبة من تكنولوجيا أو البيئة المناسبة من أدوات التعلم، لما بيكون المدرس عنده حب هاي المهنة وبيكون هو متحفز ومتحمس بيقدر من وسائل بسيطة أنه ينقل هاي التفاصيل لطلابه، فدوره كتير مهم وأساسي. ودور المدير أنا هون بدي أكد عليه، الإدارة المدرسية دور المدير هو القائد بمدرسته، فدوره كتير مهم بدعم هاي العملية، لأنه هو كمان ممكن يرصد حتى هاي الجوانب بمدرسته ويقدر يطور وين أنا عندي مشكلة، ممكن يشجع على أعمال معينة، أعمال تطوعية. نحن طالب ممكن يشارك هو ومجموعة من زملائه أو حتى بإشراف أستاذه أنه أنا حابب أعمل شيء بمدرستي، صلح شيء بمدرستي، حامل مثلا نعمل حملة اليوم لنظافة المدرسة. هاي الشغلات كلياتها هي بتدعم عمل العمل يعني العمل خلال المنهاج مو بس الجانب النظري. وبدي أحكي على دور أولياء الأمور، الدور كتير مهم. نحن من خلال المنهاج المطور دائما بنركز على الأنشطة تفاعلية، يعني انه الطالب مو بس لازم يكون عنده معارف ولازم يكتسب هاي المعارف بس، لكن بيطبقها من خلال بالصف من خلال عمل تفاعلي من خلال الانشطه. فالاهل ممكن يساعدوا اولادهم بتفاصيل صغيره، بس الدور الاساسي هو للتلميذ، للطالب، للمتعلم. دور اولياء الامور مهم، نحن بنعرف اساسا بدعم مواهب طلابهم بتكامل دورهم مع المدرسه، يعني دائما تواصل بين المدرس دائما عندهم تساؤلات انه المنهاج صعب على اولادنا، ما عم نلحق المنهاج، المنهاج كبير، خصوصا يمكن فينا نقول المرحله الابتدائيه عند الاطفال. هلا اختلفت هي وجهه النظر، هنا كانت قبل ممكن المناهج تعتمد على سؤال وجواب تقليدي اكثر، بيعتمد على الحفظ مجرد هلا عم نشوف تمارين تفاعليه اكثر. تماما. فهي هو اختلف اول شيء طريقه التعامل، فيمكن لقوا اول شيء صعوبه بهذا الموضوع، بس حاليا انه مع تدريب المدرس ومع المناهج المطوره احنا بنعرف انه وصلنا بالسنه الثالثه لها، بتخيل صار الموضوع افضل بالنسبه لكل الجوانب، للمعلم وللمتعلم ولاولياء الامور، حتى الطالب عم يستمتع اكثر. يعني نحن بنشوف الطلاب بالمدرسه اللي طبقوا منهاج القديم واللي طبقوا منهاج جديد، انه لما عم يشتغلوا بشكل مجموعات وعم يكون في جانب تفاعلي، لما الطالب عم يقوم يناقش استاذه ويعبر عن الافكار اللي بتدعم هذا الموضوع، عم يبحث على مشروع او عم يجهز فكره قبل موضوع الدرس، عم يكون هو اساسا سعيد وعم يجي عم يحفظ المعلومه او عم تترسخ بذهنه بطريقه افضل. يعني ما بقى صارت بصميه وممله فينا نقول. كمان ضمن الورشه تم التطرق لموضوع المنصه التربويه السوريه والخدمات يلي عم تقدمها وكيف استثمارها بالاعلام التربوي، بما انه كان في دور للمكاتب الصحفيه وتطرقتوا لهالموضوع، خلينا نحكي عن هذا الموضوع اهميته، شو الشيء اللي طرقتوا له ضمن الورشه؟ هلا من خلال المكاتب الصحفيه نحن حكينا عن الاعلام التربوي اللي دوره انه يكون بالتوعيه، يعني بتضافره مو بس الجانب التربوي له علاقه مثلا بايصال المعلومات
لا لازم يكون بجانب توعوي اكثر، مثل نشر ثقافه المواطنه، القانون، نشر ثقافه التطوع، التركيز على الحالات الابداعيه. لهيك ناقشنا نحن والمكاتب الصحفيه كيف ممكن هذا الشيء الموجود بالميدان ينتقل للاعلام وللجمهور بشكل اساسي، ومن خلال المنصه التربويه اللي دورها كثير مهم. من خلال هاي المنصه بتم بس دروس بصوره مباشره، بيقدر الطالب انه باي مكان يحضر هاي الدروس، وبيقدر انه يتفاعل دغري مع الخبير اللي عم يقدم هاي الدروس، بيكون في طلاب مع خبراء يتفاعل معهم بشكل مباشر، اذا عنده اي سؤال بيسال، وهذا حتى لو ما جاوبوه مباشره في عنا خبراء 24 ساعه بيتم في حوار بينه وبين هذا الطالب، وبيقدر حتى من خلال السكايب انه يحكي مع الخبراء ومن خلال التليفون. فنحن هون حاولنا انه يكون الجانب التفاعلي اكثر، وانه الطالب بيحصل على المعلومات اللي هو بحاجتها، يمكن ما تكون متوفره احيانا ببعض التفاصيل، بيقدر انه يعرف هو مصدر موثوق للمعلومه وجانب تفاعلي كمان. المنصة التربوية السورية بتحلو جانب أفق كتير كبير حتى للمدرس. نحن في عنا مجال أنه المدرس إذا عنده مصدر معلومة أو عنده درس نموذجي حابب أنه يكون موجود على المنصة، بيقدر أنه يبعته، ونحن موجود عنا بيصير على موقع المنصة، الطلاب بيقدروا دائما يحضروا هاي الدروس. فهو خلق جانب جديد للطلاب وللأهل وللمدرس أيضا. نحن دائما بنلاحظ من خلال المنصة التربوية أنه في طلاب سوريين من خارج سوريا، هاي كتير يعني استفادوا منها، عم يشاركوا وعم يتابعوا المنهاج سوري وعم يتفاعلوا معه، فكتير كان في له افاده لا داخل سوريا ولا خارج سوريا. يعني نحن ان شاء الله بنتمنى دائما المناهج السوريه تضل بتطور وتواكب الحياه العلميه بالعالم بشكل عام، وتكون بسوريا بشكل الافضل والامثل للطلاب، لحتى نكون دائما متطورين بكل التفاصيل. بدنا نشكر كثير وجودك معنا اليوم، واكيد بنعرف انه خلال ايام معرض دمشق الدولي رح يكون عندكم فعاليات، اكيد ان شاء الله بنكون على تواصل لنتابع هي الفعاليات. شكرا كثير لك سيده بشر. شكرا لكم. انا بدي اتشكركم، بدي اتشكر دور الاعلام اللي دائما كان مواكبنا بكل هالتفاصيل، يلي دوره اساسا مكمل لدور التربيه يلي عم تبني جيل، وهو بنفس الوقت عم يشارك بهذا الموضوع. بدي اشكركم كثير على كل الجهود اللي عم تبذلوها. شكرا كثير. اكيد بنشكرك على وجودك معنا، وتطوير المناهج هو عالم بحد ذاته ونقطة كتير مهمة يمكن بتهم جميع الناس والأهالي اللي عم يتابعونا اليوم. نتشكرك كتير على وجودك معنا.